شكرا انك فتحت الفيديو، اهلا وسهلا فيك في القناه. ما دامك فتحت هذا الفيديو معناه انت هدفك تقوي وتراجع معلوماتك في اللغه الانجليزيه، ولو فعلا هذا هدفك فانت في المكان الصحيح. لعبه الكهوت من افضل واقوى الالعاب اللي بتساعدك على انك تقوي سرعه تذكر الكلمات وبتخليك تحكي انجليزي بشكل افضل. ولو وصلت لهذا المستوى ما لعبت المستويات اللي قبل هيك راح يطلع لك الرابط فوق ممكن تلعبهم من البدايه. ولو حابب انك تدرس قواعد اللغه الانجليزيه وتفهمهم بشرح بسيط وسهل جدا، ادخل على القناة، راح يطلع لك الرابط فوق في قائمة تشغيل باسم شرح قواعد اللغة الإنجليزية للمبتدئين، وأنا متأكد بعد ما تشوف الشرح راح تكتب لي في الكومنت أنا ما شفت شرح أبسط من هيك، لأنه قواعد اللغة الإنجليزية بسيطة جدا لكن نحن بنعقدها، تمام؟ يلا خلينا نلعب ونرجع لكم.
برافو انك كملت اللعبة للنهاية، واتمنى اجاباتك كلهم يكونوا صح. ولو في اي سؤال على اي شيء ما فهمناه نكتب في الكومنت وحرد عليه بشكل سريع. وما دامك وصلت معنا لهون معناه انت حبيت الفيديو، وما دامك حبيت الفيديو حطنا لايك، اشترك بالقناة وفعل الجرس حتى يوصلك كل شيء اول باول. واذا بتعرف حدا من اصدقائك بحب هيك انواع من الالعاب يراجع معلوماته ابعث له الفيديو. تمام، يلا في امان الله.